وللحديث حول تحركات الأسواق العالمية وأسواق السلع تنضم إلينا من دبي محللة الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. نادية أهلا بك. بداية، يبدو أن الأخبار من الصين وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تعيد الإرباك لثقة المستثمرين، خاصة في أسواق المالية وأسواق السلع التي شهدناها في التراجعات القوية على أسواق النفط في جلسة يوم أمس، ولكن اليوم هناك ارتدادة واضحة للمنطقة الخضراء. برأيك كيف ستكون تحركات الأسواق من بعد الحالة التي دخلت فيها الصين وعودة القيود من جديد؟ الصين تعود مرة أخرى إلى الإغلاقات، وهذا يؤثر سلاسل التوريد بصفة عامة. هذا سوف يؤثر على الأسهم ويؤثر على كل شيء آخر أيضا، والأهم من ذلك سوف نشهد أن أسعار النفط الخام سوف تكون تحت الضغط. بالأمس شهدنا WTI قد تراجع إلى مستويات $75 برميل، وهذا يعني أننا قد نشهد هذه المستويات مرة أخرى. إذن هناك ضغط على أسعار النفط، وسوف نشهد ذلك مع مزيد من الإغلاقات، وسوف نعود إلى ما كانت عليه الأمور قبل أشهر وقبل رفع القيود. هذا ما سيضع الأمور تحت الضغط، لا سيما فيما يتعلق بتجنب شهية المخاطرة، وأيضا هذا ما يجعل هناك توجه إلى الملاذات الآمنة. والدولار الأمريكي وارتفاع لا يؤثر على أرقام التصنيع الصينية فقط، ولكن سيؤثر كل ذلك على أسعار الأسهم أيضا. دعينا نتحدث عن أهمية أرقام مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة هذا الأسبوع. كيف يمكن أن تتحرك الأسواق على وقع ذلك يوم غد الأربعاء؟ من المتوقع أن نشهد تراجع أرقام مؤشر مديري المشتريات أقل من المتوقع، وهي مهمة لأنها تقول لنا ما يحدث في قطاع التصنيع والخدمات، وكل ذلك يلعب دورا مهما في تحركات الاقتصاد. وفيما يتعلق بالتراجع دون مستويات الخمسين، فإن هناك انكماش في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وأيضا هناك مزيد من الركود الذي سنشهده، وهناك مخاوف ركودية، وهذا سوف يجعل هناك تذبذب أكثر في الأسواق. ولكن التوقعات التي لدينا فيما يتعلق بالقطاع التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة وألمانيا، وهذا سيؤثر على اليورو والباوند، حتى وإن كان الباوند مستقر عند مستويات 118، وذلك بسبب الأمور الأخرى والنظام المالي والسياسة المالية والوزير رئيس الوزراء الجديد، إلا أن هناك وضع متردي في المملكة المتحدة، وهذا سيؤدي إلى تراجع الباوند، وسيؤدي أيضا الأوضاع الركودية في منطقة اليورو إلى تراجع أداء اليورو. نادية، فيما يتعلق أيضا لاحظنا خلال الجلسات الماضية الارتفاعات التي شهدها الذهب وموجة التصحيح الاندفاعية التي شهدها خلال المرة الماضية. برأيك نادية، إلى أي مدى سيواصل الذهب هذا المسار الصاعد، خاصة مع عودة قوة الدولار وأيضا بعض التصريحات المتضاربة من قبل أعضاء الفيدرالي حول تشديد السياسة النقدية والمتوقعة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل؟ من الواقع كما قلت، بسبب لجنة السوق الفيدرالية المحدودة وفيما يتعلق بالدولار لن يؤثر على الأسعار. الذهب قد قفز إلى بحوالي $120 في خلال يومين أو ثلاثة، ولكن بطريق هناك موجات تصحيحية كانت $40 فقط. قد نشهد مزيدا من التراجع، وقد نصل إلى مستويات $1780 للأونصة. وكلما كان هناك موجات تصحيحية سيكون هناك موجات بطيئة كما شهدنا على المستوى التقني. نادية البلاسي محللة الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.